على كل هذه اللجنه هذه تم تنصيبها اليوم وتنفيذ لقرارات من مجلس الامن ومن خلال المسؤوليه ديال المغرب والتزامات تنفيذ التزاماته تجاه المنظمه الدولي. وهذه اللجنه هذه اللي الان هي لتطبيق العقوبات المنصوصه عليها في قرارات مجلس الامن تبع الامم المتحده ذات صله بالارهاب والتشرد والتسلح وتمويلهما. بغينا باش نكونوا مساهمين في استتاب الامن والاستقرار ومحاربه ومواجهه الجريمه على المستوى الدولي. دوك تعرف هذه اللجنه هذه فيها جميع المكونات ديال المؤسسات سواء منها المؤسسات العداله او المؤسسات التنفيذيه او المؤسسات الامنيه ما في الامن الوطني والدرك الملكي وكذلك بنك المغرب وزاره الماليه وزاره الخارجيه وزاره الداخليه ومجموعه كذلك من المؤسسات الاخرى التي نريد ان تساهم في العمل على مناهضه ومواجهه ومتابعه الملفات التي الاجراميه التي تهم الاشخاص الذين سواء يمولون الارهاب او يقومون بغسل الاموال التي تسعى الى التي تنتج عن الارهاب او عن شراء الاسلحه او بيعها. وطبعا الحكومه المغربيه والدوله في المغرب دائما تقوم بتنفيذ التزاماتها تجاه المنظمة الدولي باعتبارها دوله مساهمه في السلم والامن الدوليين. شكرا. نلتقي اليوم في اطار يعني التنصيب الاعضاء ونواب اعضاء اللجنه الوطنيه المكلفه بتطبيق العقوبات الصادره عن مجلس الامن فيما يتعلق بموضوعي الارهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وايضا للاعلان عن الانطلاق الرسمي لعمل اللجنه. احداث هذه اللجنه جاء بناء على تنفيذ بعض التوصيات المقدمه من مجموعه العمل المالي وايضا المعايير الدوليه ذات الصله، لانه على مستوى المغرب كان هناك قصور لانه لم تكن لدينا آلية وطنية، وكان يتم معالجة الموضوع وفق بعض المقاربات المالية سواء من خلال تدخل ديال المؤسسة ديال البنك المغرب او من خلال تدخل ديال الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. الان بعد التعديل الذي طرأ على القانون المتعلق بمكافحة غسل الاموال تم بموجب المادة 32 احداث هذه الآلية الوطنية. الآلية الوطنية هي مكونة من 15 قطاع ما بين قطاعات حكومية وأمنية ومالية وقضائية، وهذه اللجنة هي القرارات ديالها ذات طبيعة إدارية. من أهم هذه القرارات إغلاق الحدود، سحب جواز سفر، تجميد الممتلكات، وأيضا ما يتعلق بفرض بعض العقوبات المالية بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يشتبه التورط ديالهم أو ارتكاب ديالهم بعض الأعمال المتدخلة في مجال اختصاص هذه اللجنة في إطار تنفيذ القرارات ديال مجلس الأمن الذي يصدر بعض اللوائح فيها أسماء ويتعين على كل الدول اتخاذ هذه الجزاءات فيما يخص هذه الأسماء. والقانون أعطى أيضا اللجنة صلاحية جديدة متعلقة بالنظر في إمكانية إدراج بعض الأسماء في اللائحة الوطنية وأيضا رفعها لكي تكون داخل اللائحة الدولية. وكما قلت هذه الآلية تأتي لتعزيز التدابير التي اتخذتها المملكة في المجال ديال مكافحة الإرهاب سواء من حيث يعني التعديلات التشريعية التي نقوم بها بين الفينة والأخرى أو ما يتعلق بتعزيز التدابير العملية التي يتم اتخاذها على مستويات متعددة سواء من طرف المؤسسات المالية أو من طرف أجهزة إنفاذ القانون أو من طرف جهات إدارية أخرى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.